هذه السورة التي بين أيدينا سورة القارعة، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة لإيلاف قريش في ترتيب النزول، ووضعت في المصحف بعد سورة العاديات. وهذه السورة من السور التي تتحدث عن القيامة، ولها علاقة بالسورة التي وضعت بعدها وهي سورة العاديات. فآخر سورة العاديات يتحدث عن الآخرة، قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا ربي، متى تبعثر القبور؟ ومتى يحصل ما في الصدور؟ وأنت يا ربنا الخبير بكل ذلك. فأجاب الخبير جل جلاله أن ذلك الحدث يقع عند وقوع القارعة. فقال: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ والقارعة هي الخبر الذي يقرع الآذان، مثل الطامة، مثل الصاخة. القرع هو الضرب بقوة، والطامة كما تقدم معنا هي التي الحادثة العظيمة التي تطم، والصاخة التي تصخ، تصم الآذان، تصخ الآذان. القارعة تقرع القلوب قرعا من شدة الخوف. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة الحدث العظيم. ولما قال القارعة علم أنه حدث عظيم جدا يختلف عن القوارع التي تملأ الدنيا. فكل يوم من أيام الدنيا في قوارع، قارعة بالشام، وقارعة باليمن، وقارعة بمكان آخر، وهي الحوادث العظيمة، فيها موت، تفجير، إلى غير ذلك. لكن هذه القارعة الكبرى هي التي لا تترك جبلا ولا بشرا ولا أرضا ولا سماء ولا نجما ولا شمسا ولا قمرا ولا ملكا ولا جنيا إلا تأثر بها. شيء يعم الخلق، قارعة تقرع الجميع، تتشقق السماوات من شدتها إذا السماء انشقت، تتزلزل الأرض من شدتها إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحمل الأرض والجبال من قوتها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تتناثر النجوم وتتساقط، وإذا النجوم انتثرت، وتكور الشمس من قوتها إذا الشمس كورت، والإنسان مسكين يخرج من قبره من شدتها. ولذلك قال: بعثر ما في القبور، أو أنه يموت من قوتها. ولذلك القارعة تكررت في هذه الآية كما تكررت لفظة الحاقة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ نفس الأسلوب، لكن ما الفرق بين الحاقة والقارعة؟ الحاقة من الحق، أي حقا ستأتي، لكن القارعة من القرع، وسماع الحق قرع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، خاصة عند أهل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقارعة سلاح الحق الذي يقرع الباطل فيقضي عليه، فهي قارعة بحق وحاقة بقرع. طيب، ما العلاقة بينها وبين التي مضت؟ قلنا: إذا بعثر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل